الانترفيو. فرحان برشا باستقبال الممثل القدير سلاح مصدق اليوم حضرنا في كورنيش. مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين الكل والمشاهدين كان يشوفوا فينا. أكيد نسلم عليهم زادة يتابعونا على السيت موزايكا فام. اليوم باش نحكيه على مهرجان نسمات المتوسط في دورته الثالثة اللي بشكون من 29 جويلية العشرة أوت. قبل ما نبدأ نحكيه على نسمات المتوسط الناس مستنسة أكثر بسلاح مصدق الممثل. خاطر كي يجي باش يحكي على مهرجان وتنظيم مهرجان العباد تقول معناها مستنسين بيك ممثل هكا هو. مش مجايب تقول انت مش مجايب هذا لهذا؟ لا مش مجايب بالعكس هو كيف كيف وما مش معاد. اسمعني هو راهو احنا في الدورة الثالثة معناها دونك التجربة بدأت تتربى بشوية بشوية وكا هو قاعدين نقدموا معناها بخطوات بطيئة لا محالة ولكن مهمة ومليانة ومعبية. بعد دورتين الدورة الثالثة نتصور فما أكثر مسؤولية فما كما قلنا نحن الواحد توهيت جربنا المرة الأولى المرة الثانية الدورة هذه شنو اللي يختلف من أول نهار خممتوا في رسمات المتوسط في دورة الثالثة؟ هي كيفش نحكيه على المهرجان معناها الخرافة متاعه من الأول هو بالأساس أنه احنا نعملوا مهرجان للناس ومجاني وفي الساحات العامة معناها مهرجان في الشارع هذه هي أهم حاجة بالنسبة لي أنا. ديجا سؤال على هذا بالنسبة للمهرجان مجاني كيفاش يصرف المهرجان مال كيفاش يعمل؟ احنا نعملوا ديما مبدئيا ومن بعد تتطور البور بشوية بشوية معناها فما دعم من عند وزارة الثقافة المندوبية من إدارة التنمية متاع المهرجانات وكذا وفما زادة أشياء وشوية فلوس زادة من البلدية معناها الحاضنة زادة كيف نجم نقوله للمهرجان والمهرجان نحاولوا أنه تكون معنا أطراف أخرى معناها نقول احنا لي سبونسور نستقف معك مثلا إذا كان نستحق ساعات باش يخلصونا عرض إذا كان كل مؤسسة تشرينا عرض المهرجان يتوجد معناها فهمتني بطبيعته والغاية منه هو شنو أنه باش الناس تتفرهد بالمجدرة رانا قاعدين نعيشوا في مشكلة متاع ضغط خاطر الناس معناها حق الواد تحب ولا تكره معناها هي ملتقى حضارات ملتقى معناها استنكرفور فمن عندك ناس تجي من برا وناس تخرج وتدخل وألاف معناها في النهار معناها يمشي ويجي والحق الواد برشا حركة غادي حياة كاملة حياة كاملة ولكن اهتماماتها ما هيش ثقافية ريت الناس اللي تدخل وتخرج هذه الكل معناها جايين لهدف معين الحق الواد أما في الصيف يجيك للبحر ولا يجيك بشكل ولا يجيك باش يتفرهد ولا يجيب صغار وفبتي كذا وبشقعد على الشط وواحد وكذا دونك ما عندوش في مخه هو معناها جو ماهوش ثقافي في دخوله المرة الأولى الحق الواد تزادت نجم واحنا نلاحظه ونشوفه أنه كيبدأ بحذاه مهرجان كارتاج وتبدأ التذاكر معناها من 40 و50 ألف إذا كانت تقول عائلة باش تدخل أنت المهرجان وصلوا حتى 90 وصلوا حتى 90 وفي حالات خلينا من المارشينوار والخرافات هذيك الكل ما نقولوا ما ينجمش معناها واحد وحده ممكن ينجم يكون يجازف يمشي يدخل ولكن وقت اللي نحكيه على عائلة معناها ولما معناها وكذا ما ينجم العائلة ما تنجمش تدخل معناها بخمسين ألف ولا بستين ألف إذا يبدأوا ستة سبعة أنفار به كان نحكيه مثلا على نسمات المتوسط في حلقة الواد وأعلنتوا على البرنامج نلقاو فما عروض كما التخميرة لمراد باشا فما دمية العام عياد كرام عزوز عرض فلسطين فرقة القدس للفنون الشعبية صرخة جنون لأحمد روين عرض شريف علوي عرض إيمان الشريف مسرحية العرس لكريم الخرشوفي الفنان زادة جوهر السعيدي سيرك على سطح القمر عرض الفداوي لبراوي الوحيشي وفما في الاختتام الشاب بشير اللي باش يكون موجود معها اسمهان العبيدي اللي بشكون زاد موجود فما برشا تنوع لكن السؤال اللي يطرح لهنا كي نقولوا اللي هما بلاش دونك التكل البلاش نحكي لهنا للدخول كان فما تعاون من الناس اللي اتصلتوا بهم مثلا من الفنانين اللي مو موجودين ولا الممثلين بطبيعة الحال اغزر اراو انت ماذا تعلم وتقولوا راني انا عامل مهرجان الدخول مجاني وفما عروض اللي هي مدعومة
معناها يخلصوا ديريكت معناها من المندوبيه ستيف من وزاره الثقافه أوكي. في الاخر اللي هي الداعمه معناها المهرجان وفما عروض اللي نجموا احنا نشريوها فهمتني كيما مثلا عرض الاطفال نجموا نشريوه مثلا كيما ما نعرفش انا عرض فلسطين عن لو 31 عرض فلسطين مهم معناها اللي هو باش تكون فيه زاده معناها الجاليه الفلسطينيه كلها فهمتني بالكدا هذاك عرض احنا نجموا زاده نشريوه حسب الميزانيه حسب السيوله اللي هي موجوده عندنا احنا عن اللوجيستيك زادة فهمتني كذا يعطيونا باش نجمو ناخذوا اللوجيستيك من عند ناس اخرين يقدمونا معناها نلقاو ديما الحلول باش نثريو المهرجان وانا فاش ننتظر علاش انا نقدم هكا بشوي بشوي نحب في وقت من الاوقات انه يولي يتشاف المهرجان بالكدا ويتحس وتولي الناس نحبوا متوسطي انا راه نحب عروض جينا من برا نحب عروض ولكن الفكره الاساسيه هو انه يقعد ديما فهمتني للناس باش تتمتع نمشيو احنا بسبيكتاكل بالفرجه نقدموا ثقافه لا وين موجود الانسان معناه اللي هو ما ينجمش يمشي في مكان اخر فما عروض حبيتو تكون موجوده لكن ما نجمتوش مثلا انا خممت حبيت يكون مثلا معايا رؤوف ماهر نهاية لكن ما نجموش نجيبوه لأنه فهمتني غالي شوية علينا بصراحة الأجر كان غالي بيه؟ وهو طبعا من حقه مدام احنا ما ندخلوش احنا مدام ما ندخلوش فلوس ما نجم نتصرف أنا كان في الحاجات أني نخلت لها ولكن هذا ما يمنعش أنه مستقبلا حتى ولو يكون معناه عنا فنان غالي وبرش فلوس ماذا بينا زاد فهمتني نخلته بجهود متضافرة من اللي سبونسور وزادة علاش لا حتى من المواطنين زاد راهو فما فرحة أخرى راهو أنا صارت لي بين الدورة الأولى والدورة الثانية أنك تشوف حق الواد يتفرجوا من البراكن الناس وقاعدين من ديار. وعائلات من ديارهم وهما في الساحة في ساحة النصر في وسط حق الواد سيت أجريابل معناها عبارة على أنت في عائلة كبيرة والهدف أنا بالنسبة لي أنا أنه بالمجد نلوجوا على العائلات باش نحاولوا نموه باش نحاولوا فهمتني يكونوا متواجدين هذه هي الغاية في عدد البرمجة مثلا في اختيار العروض شنو المعايير اللي يعتمدها سلاح مصدق؟ اولا ساعه لازم تكون حاجه تستساغ معناها ما فيهاش معناها الناس الذوق بار اكزومبل كي نحكي انا نقول انا شاب بشير عنده نوع من الجمهور نتاعو اللي فهمتني يحبوا يحب الشاب بشير كيف قلت انا مثلا شريف علوي معناها فما جينيراسيون اللي انا موجود فيها نحبوا شريف علوي كي نقول انا عرض للاطفال يلزم يكون زاده فهمتني بيبليك معناها يلقى فهمتني بلاستو دونك احنا من الطفل للكهل عندنا الجمهور وعندنا زاده انشطه جانبيه خارج معناها مع المهرجان معناها بخلاف العروض عندنا مثلا كيما المصحف الصغير المصحف الصغير معنا متواجد باش يحاول يعمل ورشات على الشط فهمني باش الصغيرات يعيشوا جوهم دونك هذا سي برنامج مهيئوا مثلا فما حاجه اخرى اللي هي مهمه عندك الطائرات الورقيه هي كبيره اللي هي عنا فهمتني بونسيت اسمها انا الطفله خاطر عرفتها جديده هي بصيرش ان شاء الله نسلموا عليها برشا نسلموا عليها برشا فهمتني نتصورها اذا كنت تسمع فينا راني نحكي عليها مي اسمها مازال ما شديتوش هذه استدعوها 12 مره للهند فهمتني وكي نقولوا احنا بلغتنا اللي سيرفولون مو شكل هكا ورقيه ولكن عندها قيمه في الاخر طلع لك درب وتونس درب هذا باش نحاولوا نعملوه العرض هذا مع العرض الفلسطيني باش على الاقل في شط معناها نشوفوا في الاخر درب وتونس درب وفلسطين معناها هذا عرض مغاير الناس مثلا ما عندهاش فكره على النوع هذا كيما زاد باش نعملوا ديفيلي دموت في شط هاي فهمتني عندنا فهمتني جمعيه حبت تساهم معنا توا احنا منين باش نوليو نهار اخر نعيشوا ونتنفسوا ونلقاو ثنايا وقت اللي تدخل معنا جمعيات وتقترح علينا هي نوع زاده من العروض فهمتني باش تدخل معنا في شركه المهرجان منفتح على كل اراء وكل اقتراحات معناها بالنسبه ليك كسلاح مصدق واداره المهرجان الكل ما يقلقكمش يجيكم شكون يقترح نحب يكون موجود معاكم ما فما حتى الباب مشكل. مفتوح ما فما حتى مشكل انا بالنسبه لي انا تعرف لو بيت شنو بالنسبه لي انا مادام عرض
يلم العباد ويقرب الناس لبعضها وتحس عندهم ضحكة باش الناس على الأقل فهمتني تتفرهد شوية في الضغوطات اللي احنا ما فماش حتى حد ما نجم يقول لي أنه في تونس ما ناش قاعدين نعيشوا في ضغوطات، حتى ولو اللي تراه متبسم وشيخ في الشارع راه أقرأ حسابك اللي هو فهمتني معناها في أي لحظة نجم يعيط يدوان في أي لحظة معناها واحد وكذا وهو فهمتني عبارة على قنبلة موقوتة تمشي في الشارع. دونك الهدف من الحكايه هذه سي بور دي كومبريسين ستانس بيك ستانس بير راو 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 عمناو اللي صار معناها انه ناس ولات تهز كرسي ويجي يقول لك انا اخويا وين انت موجود انا معك سا سي تريبو. انا نحكي على الناس نحكي على حق الواد منطقتي والناس اللي انا قاعد نعيش معاهم، فما اللي اصغر مني وربما في زاده فما اللي اكبر مني ولكن تمتعت الناس. والى جانب هذا تعمل لك دوره اقتصاديه كبيره. مثلا انا وقت اللي يجيني حتى ولو عروض مدعومه حتى ولو اللي تحب وقت اللي يجي والناس كلهم ضيفوهم احنا يتعشى فهمتني معناها اللي زارتيس الكل تدخل تعش هذا معنا اللي رستو تاع حق الود الكل كلهم فهمتني. واحد يقول لك انا نعطيك سي بلا 6 عشوات والاخر يقول لك نعطيك انا 8 عشوات والاخر يقول لك مش مشكله جيب لي 10 من الناس اذا كان سبكتاكل كبير كيما تاع معناها التخميره هذاك السعاده في ما يقارب 52 شخص ما معناها الريستورانات الكل هذوما مش عايشيهم انا ما نجمش نعيشيهم كما كجمعيه ما نجموش نعيشيهم ولكن الناس هذوما معانا واقفين وقابلين انهم باش يعيشوا باش يخلقوا حركيه وديناميكيه اقتصاديه في حلق الواد. مهم برشا الكلام يدخل فيه سي عم صدق كي نحكيوا على مهرجان نسمات المتوسط في حلق الواد. في الاختيارات انت قلت انه تحاولوا تختاروا عروض قريبه من الناس الكل تحاولوا تراعيوا كل الاذواق. سؤال يمكن تسال تقريبا اي مدير مهرجان السنه ديما نحكيوا على الراب، علاش ما نجمتوش توفروا عرض راب بالنسبه للدوره هذه؟ والله شوف احنا باش نقول لك انا حاجه، فما الراب اذا كان تمشي للناس معناها الكبيره واللي هي كاليفي ومعروفه واعد فهمتي كذا كيما بلتي مثلا كيما بلتي مثلا تلقاه غالي. دونك واذا كان تجيب ناس اللي انت كما صار لنا احنا عمناول انا هبطت المجموعه نتاع الراب من الركحه لانهم تحولوا معناها كانوا فهمتني محلاهم وما بنهم ومن بعد في العرض تحولوا ودخلوا في كلام اللي هو فهمتني ما هوش تعايلات معناها فتلزيت انا باش هبطهم ما نخبيش عليك. دونك الشيء هذا معناها انت فما سي عم صدق فما تخوف من الراب شنو ينجموا يغنيوا وشنو ينجموا يقولوا شنو ينجم تكون ردة الفعل. تقول انت مثلا المهرجان مش نحكي على الكل راهم اي لا مش الكل اللي يخدموا في خدمه نظيفه كيما فما مثلا تقول انت ماشيين اليوم عائلات دونك ماذا بيا نوفر حاجه جيد معناها العائلات وحاجه عائليه. شوف ايش قلت لك انا المهرجان منين يبدا البرمجه نتاعو من الطفل وانت ماشي والحضور للناس هذوما الكل والعائلات اللي في الاجناب معناها اللي هما في البراكن نتاعهم قدام بيبانهم. الميزه نتاع حق الواد انهم العائلات يقعدوا في الصيف قدام ديارهم معناها يحطوا تويبله صغيره وفهمتني ويتلموا تلم عائله ويبداو قاعدين فهمتني قدام الدار بطبيعتهم. دونك كي تقول حاجه كيما هكا يلزم حاجه اللي عندها علاقه بالعائله. كيما انا الدوره الاولانيه حبيت نعمل افلام صعب عليا اني باش نلقى فيلم ما فيهش فهمتني كلمه مش باهي. مثلا فما افلام كيما برشا افلام فما تو سنه فما مثلا سوبر تونسي معناها ما اتصلتوش بالفريق بقيس شقير معناها والفريق الكل نتصور انه معناها انا المره الاولانيه عند العذاب اللي تعذبته تو يلزمني نعاود وقت انا باش نعاود نتبرمج على حكايه كيما في الاخر عديت تفدى ولقيت اخت معناها في العام هذاك يعني حاجه جارانتي جارانتي اللي ليه على خاطر وقت اللي انا وحدي راه مش نحكي على سانسور ولا نحكي على حاجه انا بعيد كل البعد على الحاجه اللي نحكي ولا هدف ولكن كيف نحكي انا عائلات والهدف وما دامك في الشارع معناها انت باش تولي مفروض على الناس اللي تمشي وتجي في الشارع. دونك لازم تعرف اش قاعد تقول واش قاعد تقدم ولي رياكسيون ما تنجمش تعرفهم تاع العباد خاطر ماهوش بلاصه في 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 سينما ولا مسكر وانت مشيت قصيت تسكرتك ودخلت واحد هذا محلول للعموم. لو تتوفر الماديات لو يتوفروا الموارد للمهرجان معناها وان شاء الله وكل دوره نتصور باش يكون فما تحسن والكل تخيل مثالش سلاي عم صادق اليوم عندك كل الموارد شكون الاسماء اللي تتمنى تكون حاضره سواء تونسيه او لا؟ انت لمحت لي قبيله قلت ماذا بيك يكون مهرجان متوسطي يجمع كل دول الحوض المتوسط به شكون هاك الاسم ماذا بيك تراها موجوده في حلق الواد؟
الكل باهين راهو ما نجمش ما نجمش انا تو هكا نقول قاعد لا يعني هما راهو شو هما راهو الكل باهين حتى تسميتك لاسم ولا اثنين ولا حتى ثلاثه لا ينفي انه اهميه الفنانين الاخرين انا راهو بالعين اللي عندي انا قبل انا معناها شنو الحاجات اللي مثلا نحب لي بالي الكبار نحب دي سبيكتاكل اللي فيهم برشا عباد اللي فيهم حركه اللي فيهم اللي كلها العروض الفرجويه الكبيره العروض الفرجويه الكبيره معناها وكي تقول انت فهمتني باش تعمل سهره بليزارتيست فهمتني اللي هما كبار اللي مثلا انا توجيني انت تقول لي والله نقول لك انا ماذا بيا صابر رباعي انا في حق الويد فهمتني ماذا بيا فهمتني في الشارع لانه هذا راهو حتى في اوروبا في بلايس وفي امريكا وعد وكذا راهو الناس غنات في الشارع راهو ليزارتيست كبار وتلم برشا دول تلم ماهيش حاجه جديده راهو ماناش نعملوا في البدعه فهمني احنا لي زيدي شنوما انه الناس قد ما تكون بجنب بعضهم قد ما التعايش يكون ممكن هذا هو المشكل تاعو ما عادش معناها كيف تخمم نخمم انا في ناس بالمجد يكونوا قراب لبعضهم يا اخي توا في اسبانيا ولا وين فما عندهم مهرجان طماطم واحد وكذا بالطماطم في الشارع اخي لو عاملينه لواش هما سيدي تاتا زعما ما يعرفوش علاش يعملوا في هذاك بالعكس باش الناس تتفرهد تفرح بالصابه نتاعها وتبدا عندها طاقه باش نجم تقدم القدام تو سامبلومون فهمت ما تولي الانسان الاخر اللي بحذاك ماهوش غريب عليك لازم يكون منك واليك هذه هي الحكايه باهي عندي سؤال اخر يخص مش المهرجان لكن اسمع هذا عنده سؤالات برشا صعيبه لا صافا نسمع بينا معايا والله تروكي ساعه نسمع على الاسم سيستيح معناه نسمع على الاسم اخويا نشرفوا اخويا سامحني نفدلك معاك لا لا مش القدرات باش نسالك على مسرحيه الدار الكبيره اللي هي اخراج جمال ساسي في تمثيل سيستيح مصدق جلال السعدي زهير الرئيس ألفة الحكيمي وسالم سلامه لما هذه كيف صارت هذه والله هو اختيار من المخرج احنا ما تعرف في التياترو المخرج يقرا المسرحيه يتمعن في الشخصيات يدرسهم يعيش معاهم المخرج يعرفك مليح يعرفك مليح مليح هذاك علاش خدمتوا مع بعضكم كنا مع بعضنا في التياتر ناسيونال وكذا هذاك علاش اختارني خاطر يعرفني خاطر من بعد كيف يخمم هو فهمني الدور في العمر هذاك هي راهو دار تاع شيوخ الدار الكبيره ستادير شيوخ كبار ما ينجمش في بلاصتي انا يكون ان جون معناها واحد باش تقع مقارنه ولا تقع حاجه دونك بالنسبه لي هو فهمني واختار جلال الدين السعدي اللي هو معناها كاتب المسرحيه والمؤلف نقولوا احنا الاصلي للمسرحيه وزهير الرئيس وألفة الحكيمي وسالم سلام انت حكيت على جميل سيسي اللي هو مخرج مسرحي ومن واعماله تحكي عليه في التمثيل وفي المسرح بصفه خاصه شكون من المخرجين اليوم سلاح مصدق من لي جون ترى في خدمته وتقول ماذا بيا كان نخدم معه ماذا بيا اي تعجبك خدمتك مع خدمته خاطر فما ممثلين يقول لك انا والله ثم مخرج عجبتني خدمته من لي جون تو اللي طالعين وقاعدين يتبدلوا تو المدارس اللي خدمت تبارك الله مع قبل كان نحكيو على اسامي كيما صلاح الدين سيده الله يرحمه نحكيو على برشا اسماء انت تحكي تلفزيا معناها تلفزيا اي مثلا تلفزيا من الصغار فما ما نعرفش انا فما زوز اللي انا خدمت معاهم اللي هما دي جون باهين هيف البن يوسف هيف البن يوسف ديكوفيرت بالنسبه لي وكيما بوشناق معناها وزاد ان جون اللي هو بالكدا في وقت من الاوقات كي تفرجت انا مثلا في النوبه الاولانيه قلت والله نجم نكون انا موجود هذا مخرج يعطيه صحه بارك الله فيه دونك بالمجد عندنا جينيراسيون صغيره اللي هي قاعده تقدم وتعرف تخمم وتعرف تخرف وتعرف تحكي على حاجات فهمتني ما سيفري معناها يلزم انا بالنسبه لي انا يلزم الوليدات الصغار هذوما اللي هما مغرومين وعندهم لهفه معناها في العمل معناها الدرامي يلزم يلقاو فرصتهم معناها فهمت تتفرج في الاعادات نتاع الخطب على الباب ولا والله كنت تحسر في الدار نتفرج جوست كي تحسر معناها ما نبطل ما نخدمش تحسر معناها كي ما نخدمش ما نعمل نقعد في الدار معناها اما خاطر سيستم صادق لا واش نقول لك حاجه اخرى برشا برشا يفدوا من الاعادات نحكي لهنا على الناس اللي تخدم في الاعمال اللي عاودوا لها لهم بعد يقول لك انا علاش الاعادات علاش الممثل ديما يتحسر في قالب واحد انا ما يقلقنيش ما عندكش مشكل مع الاعادات ما عنديش مشكل علاش على خاطر اجا مازالوا اليوم الناس لليوم يوقفوك في الشارع يحكيوا لك الخطاب على البيت يا ولدي انا يوقفني طفل عمره 5 سنين ويقول لي صليح وجا نتصور معاك كيفاش تحبني انا نكون ما نكونش فرحان اللي هذاك يعرف اللي انا خدمت معناها 30 سنه لتالي الخطاب على البيت روتنا ستريبورا وحلوه يزر انه يعرفك اللي في عمرك واللي هو كبير وربما اكبر منك وحفيد حفيده يعرفك
وموش يعرفك برك يعمل عليك كيف. معنا نجم نقول الإعادات هي تنجم تكون تثمين للممثلين اللي خدموا قبل في عمل ناجحة ويعرفوا التوانسة الكل. راو الإعادات سعيز من نفهموا حاجة، الإعادات بالأساس راو كيما في العالم الكل، كل دولة عندها تلفزة ثانية باش تعدي فيها الأرشيف نتاعها للجينيراسيون اللي جاي. هذا ما هوش حكر على تونس ولا هذا البرشا يقول لك عاود خلصنا ايه. وسمعنا تصريحات هذيا قبل من عدد ممثلين هذا تعرف بالأخص في مثلا في شوف لي حل يقول لك تعاود لي دونك خلصني حقوقي هذيك اي لا ما هو هنا هنا هذا يربيك شنو معنى يربيك وقت تعمل عمل اخر يلزم التركيز على العقد مع العقود القديمه اللي تعملت ما فيهمش الاعاده اذا كان هما يعملوا اجتهاد وحدهم انا مع الاجتهاد ولكن قانونا ما عندكش الحق العقد متاعك انه هذاك ولا ملك الاذاعه والتلفزه التونسيه معناها واحد يكون رياليست ولكن مستقبلا يرد باله يرد باله يزم يعرف كيفاش يقد هذا ولكن زاد فما حاجه نقولها لك اللي هي زاد مهمه اذا كان كل واحد يخمم وحده ما تنجم تقعد الوضعيه كان كيما هكا فهمت كيفاش واضح فهمت مفهوم احنا نبني حاجات انا نمشي مع القانون القانون شي يقول لي قل لي انت خدمت خدمه بعتها وليت ملك السيد وليت ملك المؤسسه اذا كان هما فاقوا جاء جاء الاخبار والله اول انفيتي كابتي مراد دريدي معناها من الاخبار وكل ريف مراد عندك دخله تفش على الانفيتي معناها يولي ما يحبش يكمل يسال سلاح مصدق فرحان برشا اللي كنت موجود حذايا جوست في الاخر حب من عندك رساله الجمهور مهرجان نسمات المتوسط بحلق الواد باش توعدهم شنو تقول نقول له مرحبا بكم عندنا نسبه كبيره برشا في حلق الواد وعندنا تفرهيده وعندنا بالحق معناها فما عروض حلوه ياسر فهمتني مرحبا بكم ومرحبا بالناس الكل ربي خليك او كبعد العومة والغطسة وكعبة الحوت تنجموا تقعدوا تتفرجوا وكي نقول انا عروض في الشطرة ونجيه حتى للشط وين هو يعوم حتى وهو بالمي ومبلول مازال ولكن ينجم يتفرج في سبيكتاكل ممتاز جدا سلام عليك يا سلاح مصدق وتحية ليك وتحية لكل الفريق اللي موجودين في ادارة المهرجان احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للتسعة متاع الليل حوارنا مع سلاح مصدق تلقاوه كامل على الباج فيسبوك متاعنا موزاي كافيه